يستمر الاحتلال بانتهاكاته واجراءاته التعسفيه بالقدس المحتله اذ وصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزه الى سبعه وستين شهيدا يريد زجر وعقاب جماعي للمقدسيين استشهد 67 مقدسي من قبل سلطات الاحتلال بأسلحتهم إن كان رصاص حي أو مطاطي جرح الاحتلال 230 مقدسي أبعد الاحتلال عن القدس لتفريغها 100 شخص والاحتلال هدم وجرف لتفريغ هذه المدينة 298 منشأ منزل وتجريف أراضي حيث أنه ف 500 شخص تاثروا نتيجه هذه الاجراءات التعسفيه، الاحتلال يريد قمع المقدسيين بشتى الوسائل. 230 اصابه بالرصاص الحي والمحض. الاحتلال في العاصمه المحتله بالاضافه الى 327 حكما على المواطنين بالسجن الفعلي و98 قرارا بالحبس المنزلي عدا عن 100 وقرار بالابعاد عن القدس المحتله.

وضمن انتهاكات الاحتلال الصارخة على القدس بشكل عام فكان المسجد الأقصى نصيب الأسد وما زال في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي لفرض وقائع تهويدية عليه ومحاولة تغيير الوضع القائم التاريخي والديني فقد اقتحم المسجد الأقصى 43635 مستوطن من غلاة المستوطنين والمتطرفين وعلى رأسهم بعض الوزراء والحقامات وأعضاء الكنيسة والاحتلال يخطط لإقامة ما يسمى بمعبد أو كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك ضمن إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع القائم التاريخي والديني والقانوني في المسجد الأقصى المبارك ثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة وثلاثون مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى ضمن سياستها الاستهداف المستمر ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد، من خلال استغلال الأعياد اليهودية لتنفيذ جولات استفزازية وانتهاكات صارخة في باحاته في محاولات لفرض السيطرة على العاصمة المحتلة والقضاء على الوجود الفلسطيني يستمر الاحتلال بإجراءاته الظالمة التي تمارس بحق القدس والمقدسيين لانا كامله القدس